الجدي بقى لهم 3 سنين كان عندهم زحل، فخلاص انا بقول لهم يعني افراج الجدي ده ليلى علوي، الجدي ده ايوه كذا حد. زحل خلاص خرج من يوم 17 ديسمبر، ما بقاش موجود، دخل على الدلو. فبقول عشان كده قلنا الهمشاين الجدي، عماد الدين اديب الجدي، كلهم في نفس اليوم الحقيقه. حلوه قوي، كلهم في نفس اليوم. يعني بينهم يوم. طيب فانا بشوف انه زحل مشي من عندهم بقى. زحل مشي في انفراجه، ويقدروا ان هم ان شاء الله يعني يتنفسوا الصعداء. وهم هم الحقيقه برج الجدي انا بشوف ان ده برج العظماء. عندهم طموح وتحمل المسؤوليه رائع. ومهما تقابلهم برضو في مصاعب، هو الابراج الترابيه يعني. هو برج التور كده وبرج الجدي كده، عندهم قوه تحمل، والعذراء طبعا قوه تحمل، ودايما يحبوا يقفوا على ارض صلبه. بشوف انه الجدي يعني رغم انه عدوا بثلاث سنين، بس هما خارجين اقوى وهيقدروا ان هما يحققوا نجاحات ان شاء الله حلوه، وتغيير ايجابي. بس هقول نصيحه واحده للجدي، ان هما ممكن في بعض الاوقات يكون عندهم شويه تشتت، فضروري ان هما يراجعوا كويس كل خطوه بيعملوها عشان ما يقعوش في اي اخطاء تتسبب ليهم في خسائر.